تربنا و كتقنيد عاد هلال جمع هنا لقنا هون. يروي المجند الجريح أحمد سالم مأساة جيل جديد من العسكريين وقعوا بين كماشتي الجماعات المتطرفة وإهمال القيادات في معرض روايته عن الحادث الإرهابي الذي أودى بأكثر من 50 مجندا و35 جريحا أمام بوابة معسكر الصولبان بخور مكسر. من الصباح الرجي يوم نقول لهم يا أخوانا لازم ندخل اللواء، لازم ندخل المعسكر، ما يصلح التجمع. قالوا لا جلسوا عندكم ولا روحوا بيوتكم. كيف طلبونا من داخل مديرية المحفد؟ لا داخل عدن، وبعدين رفضوا نهائيا. تكرر السيناريو الدم مجددا وبذات الطريقة دون أن تتعظ الأجهزة العسكرية والأمنية ودون أن تتوقف دوافع الفاقة والبحث عن لقمة العيش مهما كانت المخاطر. علشان الرقم والراتب مش اللي هو. الرد الرسمي كان مجرد زيارة ووعود وتشكيل لجان بالإضافة إلى لوم الضحايا وتوعد الجماعات الإرهابية. الناس يتكلموا على أن هذا حصل في معسكر الصولبان، لم يكن هذا صحيحا. ما كانوا في معسكر الصولبان، كانوا برا من المعسكر، كانوا متجمعين برا. هذا لم يجندوا بعد، هذا يريدوا أن يتجندوا، ولذلك ما حصل إهمال أولا منهم بأن تجمع هذا الكلام. قلنا نحن أكثر من مرة لكل إجهزة الأمن إلى اليقظة، إلى العمل المثابر من أجل بالفعل أن نصل إلى نتائج، نصل إلى المجرم الحقيقي. فيما يشكو الجرحى من عدم تقديم الجهات الرسمية حتى مجرد الدواء. لم يقتصر الإهمال على إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية أن تحدث هذه الكارثة الإنسانية، بل تعدى إلى إهمال الجرحى كما رأيتم هنا في مستشفى الجمهورية الحكومي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.